السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم محمد سيد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موتوسيكل VLR 125. ناس كتير جدا كانت طلبت الموضوع ده لأن المكنة جديدة في السوق، سعرها كويس وقريبة من الصيني جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت من الفئة المتوسطة، يعني فئة البنلي أعلى في الخامة والجودة من الصيني كتير. أول حاجة زي ما تعودنا هنبدأ الموتور. الموتور 125 سي سي، تبريد هواء، الهواء المحيط به هو العامل على التبريد، يعني مفيش تبريد زيت، مفيش تبريد ميه، الكلام ده كله يبقى تعود نفسك الهواء المحيط به، عشان كده له تعامل خاص. 5 غيار نفس طريقه البنيلي، مرش زائد منافله، طبعا مرش سولد استخدام، منافله عشان الطوارئ اي حاجه حصلت. الموتور على كاتينه مش سياخ، نعومه في الصوت. طبعا هنعمل فيديو، معلش انا اسف والله بتاخر فيه، خاص ايه الفرق بين الكاتينه والسيخ وايهما افضل وليه. يبقى الموتور على كاتينه، 2 صباب، فتحه بوجيه واحده، بوجيه واحد اللي شغال، فتحه شكمان، نظام التشغيل كربراتير مش انجكشن. الموتور مستوى من الزيت 1000 ملل، يعني 1 لتر زيت، تمام. 10W40، بيستم واحد او اسطوانه واحده، ضغط عالي او كبس عالي، يعني بنزين 92 نسبه الاكوتان فيه افضل، 90 ماشي، 80 82 ما فيش فيها مشكله، اللي هي 80 ديت، ولكن الافضل 90 او 92 عشان موضوع الاحتراق الداخلي، ويعني الحركه الميكانيكيه للموتور تمشي بسلاسه وسهوله افضل طبعا. ده كده كل شيء عن الموتور. بعد كده زي ما حضرتك شايف الشاسيه، طبعا غني عن التعريف، في المكن البنيلي الكيوي الزونتوس الكلام ده، الشاسيه ما شاء الله قوي جدا ممتاز، مكون يعني مصنوع من المواسير الحديد متجمعة مع بعضها باللحام. المكنة زي ما حضرتك شايف مزودة اكسلام امامي على الجنبين، شبكة خلفية على الجنب الشمال، دايما بتوقف ناحية الجنزير عشان اللي راكب وراك يبقى في حماية من الجنزير واللبس وكده. طبعا جسم المكنة مستوي ومظبوط، عندي وزن المكنة 125 كيلو تقريبا، العرض 76 سنتي من الأقصى للأقصى، طول المكنة 2.9 متر مناسب. عندي ارتفاع الموتوسيكل 109 من أوطى نقطة لأعلى نقطة، 109 سنتي. الكاوتش الأمامي أو الجنط الأمامي 17x90x90، الجنط الخلفي هتلاقيه أعرض طبعا، 17x80x120. طبعا عارفين ورا أعرض ليه وقدام أرفع ليه وإيه الفايدة بتاعتهم، ورا كل ما تعرض ثبات واتزان على الطريق، قدام بيكون في سلاسة ومرونة في الملفات، تمام. طبعا الجنط 6 برمق كويس جدا من الألومنيوم. المكنة فرامل أمامي باكم، خلفي عادة، وطبعا ده اللي الناس بتدور عليه، مع ان الفرامل باكم أمامي وخلفي في البنيلي ما أثرتش مع حد وكفائتها كويسة جدا، تمام. آلة الجر ممتازة، مزود بشبكة خلفية، طبعا الشبكة الخلفية دي محطوطة يعتبر منظر بس، ممكن تشيلها وتستبدلها بكرسي أو شبكة حديد خلفية لو هتربط وراك صندوق أو أي حاجة تشتغل بيها، تمام. نفس الموضوع، الوزن القائم على المكنة 170 كيلو، يعني فردين برضو أو 3 أفراد، ولكن ده الوزن القائم عليها، ده الكتالوج بيقوله. لكن أنت ممكن بعد كده هتعمل إيه؟ عايز تزود بتزود، هي مزودة ب2 مساعد خلفي، 2 مساعد امامي، كويس جدا وقوي جدا، يعني تتحمل ومرن. طبعا عندي طابلوه شكله كويس جدا وجميل، في الغيارات، الاشارات، الانوار كلها شغال عندك، الكهرباء نفس اي موتوسيكل، يمين مرش وانوار وبطال، شمال اشارات وكلاكس والقلاب والرعاش، تمام. الفرامل الامامية على اليمين، الدبرياش على الشمال، دواسة الغيارات على الشمال، الفرملة الخلفية على اليمين. زي ما حضرتك شايف كده المكنة كإمكانيات كجسم كويس جدا، يعني الشكل، الباض النهائي، الأنوار كلها ليد، الإشارات عادية، الفانوس الخلفي ده ليد، تمام. ولكن برضو ده كله يعني ما يشغلش دماغ أي حد إلا حاجة واحدة، يعني دايما بقولها، خدمة ما بعد البيع. بس انا دايما اسال على قطع الغيار، هي الصيانه ان شاء الله ما فيش فيها مشكله خالص، لكن هتسال على قطع الغيار. التانك
16 لتر بنزين. طيب لو انا حطيت بنزين 92 16 لتر، السرعه القصوى بتاعتها 100 كيلو. مكنه سريعه وجميله، لانها طبعا انت عارف الوزن والكلام ده بيأثر معايا وبيفرق معايا. طيب انا عندي سرعه 100 كيلو، السرعه القصوى بتاعتها، الوزن بتاعها 125 تقريبا، الوزن القائم عليها 170، التانك 16 لتر 92، الزيت بتاعها 10 دبل 40. لو انا مشيت على الكتالوج ده كده بالظبط، اللتر هيمشيني قد ايه؟ لتر البنزين هيمشيك من 40 ل 45 كيلو متر في الساعه، يعني موفره جدا جدا في البنزين، حاجه كويسه جدا. المكنه كامكانيات يعني كشغل كويسه، ولكن زي ما انا قلت لحضرتك كده اهم حاجه تسال على قطع الغيار. تمام، ده كده كل شيء عن الموتوسيكل. تنفع في الشغل، تنفع في الشغل، تنفع موتوسيكل خاص مشاوير والكلام ده تنفع، مفيش اي مشكله خالص. طالب، واحد في موظف، الكلام ده كويسه. حتى بالمناسبه مثلا اللي هيركب وراك هيبقى جسمه مظبوط قاعد مرتاح، غير ان في مكان اللي هيركب وراك هيبقى يعني مقلوب على السواق شويه، فيبقى شكله مش مظبوط. لا، ديت القعده بتاعتها كويسه مريحه جدا. ولكن زي ما انا قلت لحضرتك، اللي اهم من المكنه، انا طبعا لسه هقول لك سعرها، اللي اهم من كده تسال على توافر قطع الغيار في المنطقه اللي انت قاعد فيها، عشان ما تجيبش حاجه وبعد كده ترجع تندم تقول يا ريت ده انا لما بعطل بدوخ على قطع الغيار وقطع غيارها مش موجوده. تمام، فانت حاول تسال الحته دي. سعر المكنه النهارده عامل 16700، يعني النهارده دي المكنه دي بنلي بسعر الصيني، وقريب قوي 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 هيبقى فيه مفاجآت كتير جدا من الموضوع ده او من الناحيه دي ان شاء الله. ده طبعا اللي هيساعد في الموضوع ده الزبون الفاهم او العميل الواعي الفاهم المدرك هو عايز ايه وايه الصح وايه الغلط. تمام، ده كده كل شيء عن الموتوسيكل، السرعه القصوى والوزن والوزن القائم عليه واستهلاك البنزين ونوع البنزين والزيت وكل حاجه. اي استفسار اي سؤال تحت امر عليك، هتحطه في تعليق تحت. وما ننساش تصلى على النبي عليه الصلاه والسلام وتشكر ربنا تحته كله، طبعا واحد هيقرا التعليق هيدعي لك، وصدقه جاريه طبعا. وما ننساش اوعى تزعل من حد، الدنيا مش مستاهله، وخصوصا اهلك. مهما حصل ما تزعلش، سيبها لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.